طبعا زي ما حضرتك شايفين الدوره شغاله. زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين اخبار جميله. طلعنا على مستوى الدوري ممتاز، طلعنا مصطفى كهربا، طلعنا محمود شيكا، طلعنا نجوم كبيره. كهربا كان بيلعب هنا؟ لعب هنا وموجود هنا محترف دلوقتي بره بنجلاديش، ولعب هنا بطوره، الطوره دي لمت نجوم كتير، يعني احسن لعيبه عندنا كان موجود، احسن لاعب في السنه عندنا خد اسلام عبد النعيم، خد محمد محمود لاعب النادي الاهلي، احسن لاعب عندنا قبل ما ينتقل للنادي الاهلي، محمد محمود، لعيبه كتير قوي خدت عندنا احسن لعيبه، حسن يوسف لاعب نادي الزمالك، محمود خالد شيكا لاعب نادي الزمالك، كل اللعيبه ديت مثلت اسلام جمال اللي هو لاعب جمال لاعب فاركو حاليا ولاعب قبل كده المصري وسموحه، فكل الناس دي مثلت. اسلام سيد عبد النعيم ابو الكابتن اسلام لعب هنا عندنا في الدوره، الدوره لمت احمد العجوز كابتن منتخب مصر دلوقتي مدرب في قطر ما شاء الله. فبسم الله ما شاء الله، يعني هو الدوره لما بتلم كوكبه من نجوم، مش نجوم الوراق بس، نجوم مصر كلها عامه. ان شاء الله بنتمنى تشرفونا مره ثانيه ويكون في مباراه برضو من العيار الثقيل زي كده، ونجوم كبيره برضو في ويكون في ملعب 11 ان شاء الله. ان شاء الله نوقف ملعب 11 باذن الله، وده املنا وحياتنا ان شاء الله. تعرف عليك؟ كابتن محمد زكي منظم في الدوره، احنا ان شاء الله نتمنى بس ملعب 11 للوراق، كل الوراق تتمنى ده، فيا ريت ان شاء الله، يعني ان شاء الله منتظرينكم ان شاء الله يوم الجمعه تنورونا في لقاءات ناريه وفي لعيبه الدوري الممتاز ان شاء الله هتلعب. شكرا لكم، كل سنه طيبين. شكرا يا كابتن. سعد ابو زيد مدير اداري للوراق العرب، بتمنى ان شاء الله ان يكون في ملعب موفر
احنا اولادنا والنجوم الموجوده. كابتن محمد صابر مدير اداري فريق الوداد العرب، مدير اداري فريق التشكيل، والحمد لله وصف الله ماشيين كويس الدرجة الرابعة، وفريق بشتيل الحمد لله مش كويس، بس احنا شوية عوامل عايزين نهتم بيها في ورنا العرب بالذات، عايزين ملعب كبير. مكلمين الأستاذ النائب بتاعنا أسامة الأشموني، إن شاء الله ربنا يكرمه كده ويسعدنا في الملعب. الأمانة بتاعتنا إن شاء الله ناس محترمة وعايزين شغالين معانا في الملعب، كل الناس بتاع الورنا إيدي على إيدين بعض، وأهم حاجة عندنا الملعب الكبير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يا كابتن. السلام عليكم استاذ. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ طبعا احنا ده حق من حقوقنا ان احنا يكون عندنا ملعب 11 يمثل مدينه الوراء. احنا عندنا مدينه مدوره عندها اربع ملاعب، احنا هنا في مدينه الوراء ما عندناش ملعب 11 خالص، كل الملاعب المتاحه عندنا ملاعب كلها خماسي. ملاعب كلها خماسي. طبعا تحت قياده الوزير المحترم الاستاذ اشرف صبحي احنا شايفين منهم انجازات على مستوى مش هقول لك المحافظه الجديده، على مستوى احنا ده حق حقوقنا يا معالي الوزير. الوراد طلعت لعيبه جامده، لعيبه 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 نادي ونادي نوادي القمه ده نادي الاهلي ونادي الزمالك ده مجدي عبد المغني عايز اشوفها مع احمد فاحمد فرج. كابتن محمد صابر مدير اداري فريق الوراد العرب، مدير اداري فريق التشكيل، والحمد لله وصف الله ماشيين كويس الدرجة الرابعة، وفريق بشتيل الحمد لله ماشي كويس، بس احنا شوية عوامل عايزين نهتم بيها في ورنا العرب بالذات، عايزين ملعب كبير. مكلمين الأستاذ النائب بتاعنا أسامة الأشموني، إن شاء الله ربنا يكرمه كده ويسعدنا في الملعب. الأمانة بتاعتنا إن شاء الله ناس محترمة وعايزين شغالين معانا في الملعب، كل الناس بتاع الوراء إيدي على إيدين بعض، وأهم حاجة عندنا الملعب الكبير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يا كابتن. إن شاء الله. السلام عليكم استاذ. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ طبعا احنا ده حق من حقوقنا ان احنا يكون عندنا ملعب 11 يمثل مدينه الوراء. احنا عندنا مدينه مدوره عندها اربع ملاعب، احنا هنا في مدينه الوراء ما عندناش ملعب 11 خالص، كل الملاعب المتاحه عندنا ملاعب كلها خماسي. ملاعب كلها خماسي. طبعا تحت قياده الوزير المحترم الاستاذ اشرف صبحي احنا شايفين منهم انجازات على مستوى مش هقول لك المحافظه الجديده، على مستوى احنا ده حق حقوقنا يا معالي الوزير. الوراد طلعت لعيبه جامده، لعيبه نادي نوادي القمه ده نادي الاهلي ونادي الزمالك ده مجدي عبد المغني عايز اشوفها مع احمد فاحمد فرج. كابتن محمد صابر مدير اداري فريق الوراد العرب، مدير اداري فريق التشكيل، والحمد لله وصف الله ماشيين كويس الدرجه الرابعه، وفريق بشتيل الحمد لله ماشي كويس. طبعا زي ما انتم شايفين اعزائنا المشاهدين المتفرجين هنا كتير اهو. الاستاذ محمد فهيم والهيئه السابع للحقيقه طبعا الاستاذ محمد.